بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور محمود صلاح، استشاري ورئيس أقسام جراحة الأوعية الدموية في مجموعة مستشفيات السعودي الألماني في مصر والسعودية والخليج. أنا يعني اخترت موضوع بتسأل عنه كتير من الناس، وهو جلطة الساقين. يعني ايه جلطة الساقين وايه اللي بيحصل فيها ونعمل ايه عشان نتفاداها وكده. جلطة الساقين مقصود بيها جلطة الأوردة العميقة في الساقين، ودي بتحصل نتيجة ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية ان السوائل تقل في جسم المريض، وبالتالي يبقى فيه الدم فيه لزوجة أكتر ويبقى عرضة أكتر للجلطات، ودي بنشوفها كتير في الناس اللي هي بتسيب نفسها في الحر، تعرق كتير، ما بيشربش كفاية، بيعمل عمرة أو مسافر في الحر وما بيشربش سوائل كتير، ده ممكن يبقى عرضة إن يجيله لا قدر الله جلطة في الساقين. الحاجة التانية اللي ممكن تجيب كده إن هو لو في وضع مش مظبوط قعد فيه فترة طويلة، يعني مريض مثلا قاعد في سفر سواء أوتوبيس أو طيارة أو كده، والمكان ضيق ورجله مش مظبوطة وقاعد 6 ساعات مثلا في البتاع دي، ممكن برضو تعرضه إلى حدوث جلطة في الساقين. بيحس بإيه المريض؟ بيلاقي رجله ورمت وابتدى يبقى فيها آلام شديدة، و يعني بقت مش قادر يمشي عليها. أنا بنصح اللي يحس بأن في ورم في رجله غير طبيعي وأن هو ابتدى الآلام ده، لازم يروح للطبيب بتاعه بسرعة، ويفضل طبعا لو طبيب أوعية دموية. لو راح لأي طبيب هيشك في الجلطة وهيحوله هو على طبيب الأوعية الدموية. وطبعا أنا بتكلمش على الورم اللي هو مع الوقفة، كلنا بيجي لنا ورم في رجلينا اللي هو بيجي بالليل والمريض ينام يصحى الصبح يلاقي رجله كويسة، مش هو ده الورم اللي بيقلق. لكن الورم اللي بيخلينا نقلق هو الورم اللي ما بيروحش، ورم بدون أي مناسبة كده بتاعت رجله تورم والورم عمال بيزيد وما بيروحش مع ألم، ده لازم نكشف. يعني علاجها ايه؟ علاجها في معظم الحالات بيبقى ادوية، ما بنحتاجش الى يعني تدخل الا في بعض الحالات البسيطة. والمريض اللي بيجيله جلطة دي مش نهاية العالم، بالعكس هو بياخد علاج لكن بيطول شوية، ممكن من 3 شهور ل6 شهور، احيانا بندي المريض سنة على ما بيرجع تاني رجله طبيعية. لكن السؤال اللي هو بيتسأل دايما، رجله هترجع طبيعية ولا لا؟ ايوه رجله ممكن ترجع طبيعية تاني، بس بيتعامل معها بعد كده بحرص شديد. بنصح كل الناس ان هو ياخد باله من السوائل، ما يهملش في شرب السوائل، ما يهملش في انه يسيب نفسه يعرق كتير في مكان حر وبدون سوائل او سفر او كده، او لا قدر الله الناس اللي بتجيلها نزلة معوية ويبقى فيه قيء واسهال فترات طويلة، بالذات الناس اللي سنهم كبير دول برضو بيبقوا عرضة ان هم يجيلهم، فلازم يبقى ياخد باله من شرب السوائل بكميات كافية. اللي مسافر لفترات طويلة لازم، لو مسافر بالسيارة لازم يقف كل ساعتين ولا حاجة وينزل يتمشى حوالين العربية شوية. الحاجة التانية اللي هو في الطيارة برضو مسافة طويلة مفيش أي مشكلة ان هو يقوم ويتمشى في البتاع، ولو الظروف مش سامحة ان هو يقوم من الكرسي على الأقل يعمل شوية تمرينات لرجله يفردها ويتنيها وهو قاعد في الكرسي. كل دي حاجات تساعد ان شاء الله ان ما يجيلهمش جلطة بإذن الله تعالى، ونتمنى من الله الشفاء للجميع، وشكرا جزيلا.